وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج إفطار بالدار اللي كل يوم بيكون على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمزاج أف أم. أكيد أنتوا عم تستمتعوا معاي بالبرنامج وبنفس الوقت عم تستفيدوا. خلينا نروح نشوف شو حزيرتنا لليوم بشو عاملين اليوم. يلا شو عاملين اليوم؟ طبعا بنتي عليا دائما بتزن علي، يا ماما اعملي لي كيك كيك كيك، وأنا دائما بسبب أشغالي وحياتي المهنية مش دايماً بقدر أعمل لها الكيك. عشان هيك حبيت أذكركم اليوم أو أعطيكم وصفة أنا عملت لها إياها مثل الكيك للأشخاص اللي مو فاضين يعملوا كيك، وهي خليني أحكي لكم شو مقاديرها. علبة كبيرة من الحليب المكثف المحلى، 3 معالق كاكاو غير محلى، و20 قطعة بسكوت شاي. طريقتها كتير سهلة، ما عليكم إلا إنكم تخلطوا الحليب والكاكاو مع بعض وتحطوا البسكوت المكسر وبعدها لفوها رول في ورق زبدة وحطوها ساعتين بالتلاجة، ولما تبرد قطعوها مثل الكيك، وهيك صارت جاهزة. تذكرتوها وإحنا صغار؟ كانت أول وحدة على طاولات الأعياد الميلاد، ودايماً دايماً كلنا نتقاتل مين بده يأكل منها بالأول. شو عاملين اليوم؟ شو عاملين اليوم؟ حزرتوا يا ترى؟ إذا عرفتوا الإجابة ابعتوا لنا إياها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمزاج أف أم عشان تفوتوا معنا على السحب بفاوتشر بقيمة 20 دينار مقدم من محمص العائلات شاهين البيادر. دائماً بحكي قدي ممكن شو ما بيخطر عبالكم بهذا المحمص بتلاقوا الشوكولاتة ولا أروع، وخصوصاً إنه العيد قرب، الله ما أطيبها. روحوا بس بمحمص العائلات شاهين البيادر. خليني أحكي لكم كتير من الأشخاص بيعانوا من رائحة ثوم مو حلوة، وهذا الشيء ممكن يزيد معاهم بشهر رمضان. كيف ممكن الواحد يعالج ريحة الثوم؟ خصوصاً بالبداية، لنحكي إذا في شخص أكل ثوم أو بصل وبتعلق ريحة الثوم والبصل فيه، كيف ممكن يشيلها من رائحة فمه؟ خليني أعطيكم. إحنا دائماً منروح منلجأ للعلكة، نمضغ العلكة أو منفرش أسناننا، بيعطينا بهديك اللحظة شعور إنه بالفرش وراحة الطعمة أو الريحة، لكن سرعان ما بيرجع الشعور بريحة الثوم والبصل، وحتى بيحسسنا هيك شوي بشعور جاف بالفم. يا جماعة في طريقة كتير حلوة، حبات البن جيبوها وامضغوها، هي هيك تقضي على ريحة الثوم الكريهة سواء كانت بسبب الثوم والبصل أو بأسباب أخرى. وبرضه إذا في ناس بيحبوا أو بيفضلوا يشربوا القهوة كشراب، معلش بتروح الريحة، لكن يفضل إنكم أنتوا تشربوها بلاك سودا، يعني ما تكون محلية، تمام؟ هيك أنتوا تقضوا على رائحة الفم. أو بنفس الوقت ممكن كمان تمضغوا عرق نعنع مثلاً، ورقة النعنع تقطفوها تغسلوها منيح امضغوها وابلعوها، هيك بتقضي على الريحة. وممكن كمان بقدونس، كلوا وابلعوا بتروح الريحة. في أكثر من طريقة ممكن إحنا نستخدمها، وهدول 3 طرق أنا حبيت أحكي لكم إياها ممكن أنتوا تستفيدوا منها. خليني أحكي لكم إحنا دايماً بنحكي إنه قدي الفواكه فيها قيم غذائية عالية، وبنحكي إنه الشوكولاتة سيئة وما فيها هالقيم الغذائية المفيدة. يا جماعة تاكلوا لوح من شوكولاتة دارك، رح أرجع أركز، لوح من شوكولاتة دارك بتفيد أكتر من عصير الفواكه. مثلاً ممكن الفواكه، طبعاً إحنا ما بنحكي إنها مش مفيدة، طبعاً كثير مفيدة، لكن دائماً بنحكي إنه عصير الفواكه بقل من فائدة الفواكه لما نأكلها طازة. يعني لما نكون نقطع مثلاً برتقانة ونأكلها زي ما هي ناخذ من فائدتها أكثر من لما نعصرها. فعشان هيك إذا في كثير من الأشخاص حارمين حالهم من الشوكولاتة، ما تحرموا حالكم من الشوكولاتة الدارك، توجهوا لها، في إلها فائدة كثير كبيرة لأنه فيها كمية كثير كبيرة من مضادات الأكسدة أكثر من الفواكه، عشان هيك هي إلها فوائد أكبر من عصير الفواكه. خليني أحكي لكم
وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بكرة على الساعة 4:30 إفطار بالدار معي أنا حنين البقعين. باي باي.